بالنسبه للفتره الدخول المدرسي كاين شي تغييرات في الادوات في المقرر، ولكن لاغوماك اللي عندي انا هي اللي بغيت نعطي للمدارس اليوم ديال الفلوس، علاش كل عام كيعطيو اندكسيونير كيديروا دائما في اللائحه، مع علم ان العام اللي فات كيكون ديجا خدا اندكسيونير. يعني واش هذاك الديكسيونير اللي خدا العام اللي فات ماشي هو اللي خدا هذا العام؟ يعني واحد الديكسيونير واش الدري كيستافد من كل شيء، دوك لي مو اللي كاينين تما؟ ما كنظنش. انا جيت سول الدري تلقى عارف غير 20 ولا 10% ديال داك الديكسيونير، والعام الاخر كيفرضوا عليك انك تجيب ثاني ان اوتر ديكسيونير وعاوتاني العام الاخر، يعني راه ميزانيه هذيك. دابا كل مؤسسه وشنو كتعطي، كل مؤسسه والمقرر ديالها. يعني واخا كاع يكون المقرر كتلقى بعض المرات الكتوبه نفس الكتوبه، ولكن كل واحد وكيفاش شنو كيمشي. دابا الدري صغير كتلقاه هز محفظه كطيح ليه كتافو كله، يعني خص شي حاجه تبقى في القسم، شي حاجه يديها معاه للدار، شي حاجه يعني يكون داكشي يكون شي شويه بيان اورغانيزي، يديروا لهم شي حاجه اللي فاش يستافدوا. ولكن انا لاغوماك اللي عندي بزاف هي على داك الديكسيونير، هو اللي ضارني في راسي كل عام ان ديكسيونير كل عام. لا وكاين بعد الكتوبه، كاين بعد الكتوبه ثاني اللي كتلقاهم كيتعاودوا. يعني المقرر ديال هذا العام كيقول لك العام الجاي راه تبدل عاوتاني المقرر، داروا ثاني شي حاجه اخرى جديده، مي في المقرر كتلقى نفس السيستم، نفس داكشي اللي غيقرا اللي غيستافد هو اللي غيستافد ديما. وامور بالنسبه للمدارس العاديه راه ما تلقى عندك شي 2000 درهم هكاك، 2000 درهم. خو انا ما عنديش الدراري اللي كيقراو داكشي، ولكن حسب داكشي اللي كنسمع كتقول لك راه شريت 2000 درهم ديال الكتوبه هذا وهذا، خلي اللي كيمشي كياخذهم غير من دوك اللي كيكونوا مستعملين. وكاين بعض المرات المدرسه ما كتقبلش الاستاذ ولا المعلم كيقول لك لا دوك الادوات المستعملين ما نبغيهمش. علاش ما تبغيهمش؟ خصك تقبلهم، مسكين ما عندوش. كاين اللي با خدام غير ب 1500 درهم 2000 2000 درهم، كيفاش غيشري لولدو كتاب جديد؟ علاش؟ يعني يقبلوا لهم دوك الكتبه، الا غير ما يكونوش مكتوبين فيهم التمارين وما يكونش فيهم سميتو هذاك الشيء، يقبلوهم يتعاونوا حتى هما معاهم. لا الكتب انا اللي لاحظت انا كنلقات الاثمنه ديالهم فيكسين فيهم، يعني المكتبه ولا سميتو ما عندها ما تزيد عليك. يعني اي ثمن بحال دابا هذا الثمن ديالو ها هو، هذا دابا داير لك 393 درهم كتاب واحد، زيد عليه كاين اللي كتلقاهم ب 400، كاين اللي كتلقى اللي شفت انا هنا كاين 400، كاين حتى ل 500 كاع، تقدر تلقى حتى ل 500 درهم والصرف. ما الانسان ما عنده ما يدير، خصو يقري ولدو ويولي يجي. والاكثريه كيقول لك داكشي اللي تحرمت منه انا خص ما نحرمش منه ولدي. يعني حنا بكري واحد الدفتر كنقسموه، الدري ديال دابا ما يقدرش يقسم هذاك الدفتر، والاستاذ ما غاديش يقبل لي داك التقسيم ديال داك الدفتر، ما غاديش يقبلوا ليه، يقول لي جيب لي دفتر جديد ودير فيه التيكيتا ودير فيه ويا ربي واش يديه العام كله، ولا يقول لي ثاني زيد دفتر اخر. يعني لا جينيراسيون القديمه ماشي هي لا جينيراسيون ديال دابا. والاباء كيقول لك لا حنا ديك الحقبه اللي عشنا فيها كانت في شكل، يعني ما كانش هكا، ما كان والدينا هذا، ولكن دابا حنا واخا ما عندناش الامكانيات غنديروا الامكانيات بزز نوفرهم باش ولادنا يقراو مزيان، ونتمناو دوك الدراري يقراو مزيان ويعرفوا بهذا الشيء. من يكبروا تبقى لهم مرسخه في الدماغ ديالهم، يعرفوا راه والديهم راه ضربوا عليهم تمره وداروا واحد المجهود باش يكبروا بهم في القسم ما بين الاصدقاء ديالهم، وباش يعطيهم واحد القيمه. لان دابا الدري شنو كيقول لك؟ الا ما شريتي شي حاجه كيقول لك ايوا بابا ولا ماما علاش ولد فلان جاب، انا ما شريتوش ليه، وجلس يبكي. ها واحد العقده تربت فيه، تيقول لك لا علاش كاع ولدتوني؟ شي شي يمكن نقول لك انا والله يهدي ما خلق، وكنتمنى النجاح والتوفيق لجميع الناس. بس